كانتش من دلوقتي في إرادة سياسية حقيقية تعبر عن الرغبة في الفترة اللي جاية قبل دخول مجلس الشعب، أعتقد إن الناس كلها، مش إحنا بس، الناس كلها هتنزل في الشارع. كمال رشوان محامي هيئة النيابة العام، أحد أعضاء الإدارة القانونية في نادي محامي الإدارة القانونية اللي تم انعقاد مؤتمر ليه يوم الجمعة اللي فاتت في النادي النهري للمحامين، واتفقنا على تشكيل مجلس إدارة من 15 عضو محامي ليمثلوا كافة محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية للمطالبة بسرعة صدور القانون اللي هو حبيس الأدراج اللي هو تم الانتهاء منه من لجنة الإصلاح والتشريع ثم لجنة الإصلاح والتشريع العليا، وتم عرضه على رئيس الوزراء والتي بدوره تم تحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة، وفوجئنا بسحب القانون مرة أخرى بسبب اعتراض بعض وزراء حكومة محلب، وإحنا هنا عاملين وقفة احتجاجية داخل نقابتنا وبنساند وبنؤيد وبندعم ظهير لمعالي نقيب المحامين اللي هو المتحدث باسمنا وبصوتنا، وبنطالب الجهات المعنية بالأمر بسرعة البت في صدور القانون، وإلا هيبقى لنا وقفات تصعيدية أخرى على كافة المحافظات إن شاء الله. فادية محمد حسن من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، محامية بالنقد ومدير إدارة شكاوى وتحقيقات بالهيئة، وبعبر عن حماة المال العام، وجاية النهاردة أقف وقفة احتجاجية عشان المال القانون بتاعنا ما طلعش وما صدرش، اللي مخوف الوزراء ومخوف الجميع من صدور القانون بتاعنا. عاملين وقفة رمزية النهاردة عشان الإسراع بإصدار القانون، لأن احنا حضرتك عددنا 36 ألف محامي على مستوى الجمهورية، فبال حضرتك بقى لو الوقفة دي زادت أعدادها على مستوى الجمهورية، تخيل حضرتك حجم تعطيل المال العام وإهدار المال العام في وقفة قضايا وتحقيقات، والخطوة دي خطوة لإجراءات بعد كده في حالة عدم الاستجابة.